صباح جديد يجمعنا في حضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين بكل مكان. وبطارق صباح الفل يا طارق. صباح الفل عليك يا مالا، صباح الخير على كل مشاهدينا ابنائها المخلصين. اثبتوا وجودهم امبارح حاجه هايله بمباراه اكتر من رائعه. صحيح. تعتبر من وجهه نظر المحللين الرياضيين وعشاق كره اليد والعالم كله انها من افضل مباراه في هذه البطوله، لانه السجال اللي كان موجود مع بطل العالم بهذا الشكل والاصرار والعزيمه والقوه في الاخر نوصل لضربات ترجيحيه مع بطل العالم لكره اليد، وان احنا ناخد المركز السابع على مستوى العالم من 20 سنه ما وصلناش لهذا الرقم. انا بقول انه باذن الله نهله هيكون عندنا اولمبيات قويه جدا. انا بقول انه هذا المنتخب وهذا الفريق تحديدا بلاعبيه اللي بنكن لهم كل التقدير والاحترام وبنقول لهم الف الف مبروك على الاداء الرجولي اللي انتوا قدمتوه، انا بشوف انه ان شاء الله هنحرز ميداليه، ودي هتبقى الله. اول مره فريق جماعي يحرز ميداليه اولمبيه باذن الله، ودي ده توقعاتنا وامنياتنا هم كمان ومعاهم منتخبنا لكره القدم باذن الله، منتخبنا الاولمبي. هي الفكره ايه في الرياضه؟ المتعه. فده تحقق امبارح من اول دقيقه لاخر دقيقه. صحيح. يعني فكره انك انت تقعد تشوف الشوط الاول والشوط الثاني وما تبقاش عارف مين هيكسب، كل واحد بيجيب هدف والتاني بيرد عليه، ندخل شوط اضافي اول، شوط اضافي ثاني، شوط اضافي ثالث ورابع. وبعد كده ضربات الترجيح او الجزاء كانت حاجه مبهره جدا جدا. فالمصريين عاوزين المتعه دي في الاداء، حتى لو ما كسبناش لكن احنا نفسنا بشرف. ويعني كان خساره بطعم الفوز. صحيح. لان ساعات بيجي لك فوز بطعم الخساره لانك مش عامل مجهود او جالك بالحظ او الاداء كان سيء. الاداء كان راقي وكان رائع وكنا فخورين جدا جدا بيه. تكاتف المصريين قدام شاشات التلفزيون امبارح كان اكتر من رائع. صحيح. لو اللي كان موجود في الشارع امبارح شاف بعض الكافيهات والقهاوي اللي موجوده، شايف اصوات الناس في البيوت، الحقيقه كان كل شيء كان بيدل امبارح على قد ايه محبتنا لهذا الوطن وقد ايه احنا عشاق للرياضه، وقد ايه كمان زي ما قالت نهله وانا يعني الحقيقه بشاركها الراي انه المتعه في الاداء هو ده اللي كان سمه او عنوان المباراه بالامس. بنقول كل التحيه والتقدير لمنتخبنا القومي لكره اليد، وبنكمل مسيرتنا طبعا لانه كاس العالم مقام على ارضنا، فبنكمل مسيرتنا مع اللجنة المنظمة وبنتابع وبنشوف وبنشير الصور الجميلة اللي أخدوها كل النجوم العالم في بلدنا، وده كان مهم جدا. جميل طبعا. بتشوفي حجم الفرحة والسعادة والكلمات المهمة جدا اللي عايزين نستثمرها في السياحة القادمة بإذن الله، لأنه الناس دي هم هيكونوا خير سفراء لينا ولبلدنا في بلادهم، فبالتأكيد الحقيقة بطولة ولا أروع ولا أجمل. سفير الدنمارك امبارح كتب على حسابه في فيسبوك انه المصريين يعني كانوا ابطال وشكر جدا في ادائهم بالرغم من يعني هزيمتهم امام الدنمارك، لكن كان فخور جدا بادائهم. والدنمارك من البلاد او البعثات اللي شكرت عامه في تنظيم البطوله، وهي اول العالم وبالتالي ده شهاده نعتز بيها. فالتنظيم رائع، البطوله رائعه، كمان حتى رجل الماتش امبارح علي زين كان من مصر، الفريق اللي المفروض ان هو ما كسبش ولكنه كسب شرف القتال لغاية آخر لحظة. احنا دلوقتي في المنطقة من 5 لـ 8، احنا يعني من 1 لـ 4 احنا مش موجودين فيها، احنا من 5 لـ 8 بننافس في هذه المنطقة. على اي حال احنا من الكبار في عالم كرة اليد، بنتمنى ان شاء الله ان يكون الماتشات القادمة تخلينا نحصد برضو مركز ربما يكون اكثر تقدما مما وصلنا اليه الان باذن الله. وهنشجعكم لغاية اخر دقيقة، وكنا معاكم امبارح لغاية اخر دقيقة، فخورين بيكم. وان شاء الله الدولة لازم تهتم اكتر واكتر بهذه الالعاب الجماعيه الجميله اللي يعني سعادتنا وفرحتنا جدا جدا. شكرا يا ابطال مصر، يا ابطال كره اليد. هنروح لموضوعاتنا اللي هنناقشها ان شاء الله مع حضراتكم النهارده، وهيكون ضيفتنا في الفقره القادمه باذن الله الدكتوره اماني العصفور، رئيس مجلس اعمال افريقيا ورئيس الرابطه الافريقيه لتمكين المراه. وهنتكلم طبعا عن منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه، وزي ما بنقول دايما انه مصر في 2018 عندما ترأست الاتحاد الافريقي كان جزء مهم من اجندتها هي التعاون الاقتصادي لكل الدول الافريقيه وعوده الروح الافريقيه. وزي ما بنقول دايما مش احنا اللي قلنا، كل
الحقيقة المحللين الاقتصاديين اتكلموا انه مصر بوابة افريقيا او العبور لافريقيا اقتصاديا، وده اشتغلت عليه مصر، اشتغلت عليه في مواني، اشتغلت عليه في اتفاقيات كبيرة دولية بيننا وبين اشقائنا الافارقة، اشتغلت عليه في تحسين الصورة السابقة اللي يمكن عفوا قعدنا فترات طويلة جدا احنا كنا الحقيقة بعيد عن الحضن الافريقي، وده كان جزء مهم جدا من الشغل الشاغل لمصر وفي أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي. هل العمل ده توقف؟ هل إحنا مستمرين في العمل بتاعنا من بعد ما خلاص خلصت الدورة بتاعتنا لرئاسة الاتحاد الإفريقي؟ بالعكس، ده كان مستمر وكان فيه زيادات، وطبعا كانت مؤتمرات الشباب وكانت المؤتمرات الإفريقية المستمرة وزيارات حي السيد الرئيس لكل حقيقة أو أغلب الدول الأفريقية كانت جزء مهم جدا من التعاون المصري الأفريقي. هيكون حوارنا الحقيقة في هذه الموضوعات، خاصة الموضوعات الاقتصادية وهذه الاتفاقية وماذا ستحقق لمصر فيما هو قادم مع الشرقاء الأفارقة. ده طبعا هيكون الموضوع اللي انت هتناقشه بعد الفاصل يا طارق، اما ان شاء الله انا هكون معاكم بعد فقره طارق عن العلاقات الافريقيه، عن العلاقات الدوليه لمصر بشكل عام، خاصه انه يوم الثلاث الماضي مثل وزير خارجيه مصر سامح شكري امام البرلمان والقى كلمته عن العلاقات الدوليه وازاي بنحافظ على التوازن الدولي في كل دوائرنا المحيطه بينا، سواء الدوائر العربيه الافريقيه او الدوائر حتى الاسيويه، لان سينا اسيويه، احنا جزء من ارض بيقع في قارة آسيا، وبالتالي احنا بنحافظ على كل علاقاتنا حتى بما فيها الأورو متوسطية وغيرها من العلاقات الأخرى. مصر عندها موقع فريد ومتميز بيفرض عليها أنها تبذل جهد كبير كما ذكر سامح شكري في كلمته أمام البرلمان للحفاظ على هذه العلاقات المتوازنة. هنتكلم عن كلمة سامح شكري أمام البرلمان، عن العلاقات الدولية لمصر مع دول العالم، مع ضيفنا الكاتب الصحفي أحمد سنجاب رئيس القسم السياسي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. موجود في كل مكان، مني ومن بيتي وشبهي وصاحبي وجنبي في كل حكاية، وفي وسط النار موجود مش همك ولا يوم قلت كفاية، لا بتغفل عينك ولا بتنام دايما في الأزمة معاي، حاسين وياك بأمان يوم ننسى طارق